عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غندير لكم واحد الحلوة اللي كتمزج ما بين المالح والحلو، كتجي لذيذة وبنينة، نتمنىكم تجربوها. عندنا ربع ديال الزبدة، 75 غرام ديال السكر كلاصي، 4 غرام ديال خميرة الحلويات، نصف ملعقة صغيرة من الملح، 4 ديال الفرماجات، الدقيق حسب الخليط. ناخذ واحد الإناء، غنديرو 4 ديال الزبدة ديالتنا، وغناخذو 75 غرام ديال السكر كلاصي، وغنديرو قبيصة ديال نصف ملعقة صغيرة من الملح، ضروري من عندك تساوى، وغادي نخلطو الزبدة ديالتنا حتى تولي بوماد. دابا غنزيدو الجبن ديالنا، كناخدو الدقيق ديالنا اللي يكون نوعية جيدة، منديروش الدقيق كمية كتيرة، غنديرو غير بشوية بشوية في اللول. كناخدو البيكنج باودر أو خميرة الحلويات 4 غرام اللي تاهي مغربلة، ضروري تكون مغربلة، وكنخلطو الخليط. العجينة مخصهاش تكون رطبة بزاف ومخصهاش تكون قاصحة بزاف، تكون على هاد الشكل. دابا غنديروها ترتاح في التلاجة مدة نص ساعة تقريبا. بعد ما ارتاحت لينا العجينة في التلاجة نص ساعة تقريبا، دابا غناخدوها ونديرو منها حربول صغير، على هاد الشكل، وغادي نقطعو على 3 ديال القطع، وغنديرو مكويرات. نحاولو ندفعوهم شوية من الجوانب باش يتلصقو مع بعضياتهم. غنبقاو مستمرين على هاد الطريقة تنكملو. صدقوني البنات، هاد الحلوة راه كتجي زوينة في المذاق ما بين الملح والحلو، غير جربوها.
بعد ما سالي التشكيل ديال العجين ديالنا دابا غنديرهم فواحد الطاوة ديال الفرن وغادي ندخلهم للفران على 170 درجة. بعد ما طابت لينا الحلوة وخليناها بردات شوية كندوبوا الباطا غلاسي سوداء وكندوبوا الباطا غلاسي بيضاء. نتوما لما كانت عندكم باطا غلاسي ديروا غير شوكولاتة عادي ماشي مشكل، غير باطا غلاسي كتعطي واحد المذاق زوين. كنغطسوا الحلوة ديالنا في الشوكولاط وكنكحزوها من بلاصتها باش كيتحيد هذاك الفائض اللي كيكون لتحت اللي كيكون لاصق لتحت. هالطريقة ديروها في جميع الحلويات ديال الشوكولاط كيبقاش هذاك الفائض اللي لتحت. دايما كنكحزوها قبل ما يلصق الشوكولاط كنكحزوها الحلوة باش يتحيد هذاك الفائض، وداك الشيء اللي بقى لينا كيكرم ونعاودو ندوبوه يعني ما كيضيعش. بعد ما سالينا الشوكولاط اسود دابا غنديروا الشوكولاط ابيض. كنكحزوها من بلاصتها باش يتحيد الفائض، ضروري هالطريقه باش ما كيبقاش داك الشوكولاط لتحت. بعد ما كرم لينا الشوكولاط دابا غنزينوها بالشوكولاط ابيض. غناخذ واحد البوش وغنديروا فيه ثقبه صغيره وغادي نزينوها بالشوكولاط ابيض. نتوما الا بغيتوا تزينوها بالشوكولاط ابيض ولا اسود اللي بغيتوا. صدقوني البنات هاد الحلوه راه كتجي زوينه وتليق لوليداتنا المدرسه واقتصاديه زعما وفي متناول الجميع و دغيا كتصيب. بالنسبه لهذه غناخذوا شويه الشوكولاط ابيض مع شويه الشوكولاط اسود وغادي نزينوها. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي زوينه ولذيذه. نتمنىكم تجربوها.